تعليقك على أزمة أسماء يا شريف؟ من تكون آسمة الممثلة بنت شريف، ماشي، بنت شريف منير، من تكون هي لكي تتكلم عن فضيلة الإمام الشيخ متولي الشعراوي؟ طول ما اعتزلت خلاص، ما عرفت بغلطة واعتزل. يعني انت شايف ان الاعتزال حل والموضوع كده خلص؟ خلص. من هي تكون؟ هل هي خريجة أزهر؟ هل هي خريجة افهم بس هي ايه بالنسبه دورها، ايه بالنسبه للاسلام؟ هو انا شايف ان هي غلطت بصراحه، يعني ان الشيخ الشعراوي ده بصمه في العالم العربي كله او في العالم الاسلامي كله، المفروض ما يتردش عليها، لان هي مين هي عشان تنقد مثلا الشيخ الشعراوي؟ قبل ان تتكلم عن هذا الرجل يجب عليها ان تتوضا وتشطف فمها 17 15 مره، تشطف الفم بتاعها قبل ان تسيء لهذا الرجل. هو انا شايف ان كل واحد بيتكلم في الدين دون علم وبعلم، يعني شايف ان الازمه فيها شيء من الافتعال شويه، ان هم عايزين يحملوا مثلا طفله صغيره او شابه صغيره بنت نجم كبير مثلا اكتر من اللازم، ان فيها نوع من الاعلام الموجه شويه برضه. هل هي وصلت للحاله العلميه بتاعه الشيخ الشعراوي؟ هنا تنقده، اذا ما وصلتش فمش من حقها انها تتكلم عليه. طبعا واحد زعلان من اللي حصل واللي بتقوله اسماء شريف منير، ويجوز ان انا اقول على الراي ده مش عاجبني، بس ما ينفعش ان انا اقول ان الراي ده متطرف او الشيخ ده متطرف، لان انا بعلم القاصر ما اقدرش احكم على واحد زي الشيخ الشعراوي بقيمته العلميه والدينيه. شايف ان اعتذارها حل الازمه؟ تعتذر لايه بعد ما يعني بعد ما تعكر اللبن تعتذر؟ هي بما انها اعتذرت يبقى بالتاكيد فهمت او حست ان هي غلطانه مش اكتر، يعني ما هي ادام اعتذرت يبقى الموضوع انتهى. لا والله ما ينهي الازمه، اعتذارها مش هيقدم ولا اخر، هو مش اول ولا اخر واحد هتتكلم. والله انا شايف ان هي مش مستاهله اعتذار، يعني لو كل واحد اخطا يعني نمسك له السكينه ولا نمسك له نجلده علشان يعتذر. هو اللي يلزم ان انا افهمها المنطق الاول، يعني ازاي ما اجي انتقد حتى لو بقيمه كبيره، ازاي انتقده؟ طب توجه لها رساله تقول لها ايه؟ اقول لها خليك فنك وتمثيلك ماشي وافلامك ورقصك وسينماتك وميوهاتك والكلام ده، وبلاش تتكلمي عن راجل اسلام ودين. عيب عيب من يتعلم ومن يكون متربي فلا يسب احد وخاصه من قاده الاسلام. اقول لها توبي الى الله، توبي الى الله وارجعي الى الله لعل الله يتوب عليك. خليكي في اللي انت فيه، بس بص لنفسك، بص لشكلك. مش هوجه رساله لحد، انا لو هوجه رساله هيبقى في ناس كتير فمش هتفرق.